السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أحمد من قناة مستر مو. النهاردة جايب لكم تطبيق أول مرة يشرح في الوطن العربي وبيدفع للباقي بالمفاعل والغير مفاعل، يعني دي ميزة كويسة جدا. وبس قبل ما نبتدي تدعمونا بلايك والاشتراك وتفعيلوا الجرس عشان ده بيهمنا جدا، يعني عشان توصل لكم بيت الفيديوهات الجديدة. ماشي يلا بينا نبتدي، واستنوا اجيب لكم التطبيق. ادي هو التطبيق اهو، اسمه 742 ماك موني. هنخش عليه. ازاي بقى اقدر اجيب بوينتس؟ كل اللي هنا ده كلنا تقدر تجيب بوينتس منه. مثلا اول حاجه هندوس على اول حاجة نجرب، بيقول لك ايه، حمل التطبيق و open. يعني مثلا لو جيت دوست هنا او بس أو اول حاجة داون اند start this app و open this app، وهتاخد 30 نقطة. مش وهنا ده بيديك من 1 من 5 لـ10 بوينتس كل يوم، بس انا عشان استخدمتهم فمش هيديني دلوقتي. وده بيعمل ايه؟ نشوف ده العروض، انت لازم تعمل العرض وتاخد هو البوينتس. ماشي، وطريقة تجميع بوينتس هو بيديك عروض كثيرة جدا، يعني بص 196، 141، 314، 314 تاني، وفي عروض صغيرة، وفي 294 و157 بوينتس. يعني تقدر تجيب منه نقاط، وفي عروض اخرى تقدر تجيب منه نقاط كثيرة جدا وبسهولة، يعني وبسهولة. ماشي، يعني حاجات سهلة جدا، و10 بوينتس وكله سهل. ماشي، هنشوف تالت حاجة. هنا بقى هو هيديك عروض، بس طبعا مش هيديها عشان عملتها قبل كده. هو هنا ما رضاش يديني عروض عشان ما كانش خلصت كل العروض، بس هو كل يوم بيديك عرض جديد، وبقى 50 بوينت، 42، 45 في الحد ده، وممكن يعلى اكتر، يعني عشان انا ما ادانيش عشان عملت كله. واخر خلينا معانا watch the video، يعني انت تشوف فيديو. تشاهد الفيديو، الفيديو يكون مدته 30 ثانية. ماشي، وبعد ما تخلص هيديك هو من 1 لـ10 بوينتس، يعني حاجة كويسة جدا. ماشي، وخلص الفيديو هرجعلكوا. وبعد ما خلصت الفيديو هنروح أول حاجة هنا، هنروح الخانة دي. هنا بيكون مكتوب الحاجات اللي انت عملتها وخدت قدامك. انا دلوقتي معايا 196 بوينتس في فبراير 25، ده كل ده النهاردة. يعني بص انا جمعت 196 النهاردة، يعني طريقة سهلة جدا في السحب وكده. ماشي، نروح على مورو ماري. هنا بقى ايه، يعني الحاجات المهمة. هنروح على اول خانة، هنا الريفر هنا من 1 لـ10 بوينتس. ماشي، ده الريفر بتاعي اللي هو 3KQ، ده بسيبهم لهم في الوصف، عشان ده ايه، لو انتوا كتبتوه انتوا هتاخدوا 10 بوينتس، وانا برضه هاخد 10، فانت هتستفاد وانا هستفاد. وانت ماشي، وهنروح برضو الخانة دي مهمة، بارنت ايميل، ده الايميل بتاعي، ده اللي بتحطه عشان تاخد ال ده الايميل بتاعي عشان ما تحطه يبعت لك على الباي بال عندك. انت اسف يعني لو انا كلامي بتلخبط شوية عشان متوتر، عشان ده يعتبر تاني فيديو ليا على القناة، ان شاء الله نتحسن.
ماشي. دلوقتي بقى انتوا عرفتوا تجيبوا ازاي بوينتس وازاي تسجلوا بالايميل بتاعكو. دلوقتي وقت اللي احنا نعرف كام بوينتس قدام كام دولار. ماشي. وهنا بقى الباي بال، لكل 1100 بوينتس هتاخد عليهم اهو 1 دولار، وكل 5000 5 دولار، وكل 10000 10 دولار، وكل 20000 20 دولار، وكل 50000 50 دولار، وكل 100000 100 دولار. يعني بصراحة يعني هو شيء كويس جدا، وانت تعرف تجيب سن 1100 دول بسرعة، ممكن تجيبهم في يوم اساسا. ماشي. وده كان شرح الموقع، ده كان شرح الموقع النهاردة. والموقع معلش اتلخبطت، ده شرح التطبيق، والتطبيق هتلاقوه في الديسكريبشن، ومع الريفر بتاعي عشان لو عايزين تكسبوا 10 دولار. وياريت تعملونا بلايك وتشاركوا الفيديو عشان الفائدة تعم. ماشي، سلام.